المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال. يصبح إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا نشطين، تكون الأمور ديالكم زينة وتمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي هي أكيد دائما الهام شنال. الغوصات ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بتبييض البشره ديال الوجه، التخلص من البقع الداكنه، نمشوا الكلاف لي تخاص. يعني وصفه غتصدم ان شاء الله الجميع، وصفه سحريه غتشوفوا النتيجه ان شاء الله من اول يوم. يعني من اول يوم الاستعمال ديالكم لهذه الوصفه ان شاء الله غتكتشفوا النتيجه قبل وبعد. وصفه صالحه يعني للرقبه، يعني العنق، الوجه، الجسم، اليدين، يعني الجسم ديالنا بصفه عامه. فنتمنى يا ربي انها تنال الاعجاب ديالكم، ومتاكده ان شاء الله مليون بالميه انها غتنال الاعجاب ديالكم. فقط ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو ولا تعملوا ليه شير او تشاركوه مع الحبيبات والصديقات ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم نتوما، باش هكذا تعم الفائده للجميع وتعم الفائده لعدد كبير من السيدات اللي دائما تيبحثوا على الوصفات الطبيعيه. الا كنتو جدادات في القناه فمرحب بكم، ومرحبا بالبنات، مرحبا بالسيدات. يعني ما تنساوش الاشتراك وتضغطوا على زر المجاور له اللي هو زر الجرس، باش اي فيديو ان شاء الله نزلتو في القناة تشاهدوه نتوما الاولى، ويجيكم اشعار بانني نزلت فيديو في اي وقت اكيد حطيتو. وما تنسوناش بالاقتراحات ديالكم والوصفات ديالكم اللي معلا. وبسم الله على بركة الله نمشيو باش نتعرفو مع بعضنا البعض على مكونات هاد الوصفة هادي، طريقة ديال التحضير ديالها وطريقة ديال الاستعمال ديالها. غادي نبدا باول مكون البنات اللي هو النشا او ما يسمى بالذرة او المايزينا. يعني اول مكون غادي نحتاجو ليه اللي هو النشا. بالنسبه للنشا البنات كيبيض البشره، يعني كيساعدنا على التخلص من البقع الداكنه، نمشوا الكلاف، كيوحد لينا اللون ديال البشره. يعني صراحه عنده بزاف ديال الفوائد، حتى وان عندكم ديك البشره الحساسه في كيساعدنا على التخلص من البشره الحساسه، يعني كيخليها بشره عاديه، ما كيسببش لينا التهابات، ما كيسببش لينا احمرار، حكه، حبوب، يعني بزاف ديال الامور. بالنسبه لثاني مكون البنات غنحتاجوا ليه هو الحليب نيدو غبره او لا اي حليب غبره عندكم. وغادي نحتاجو اليوغورت ولا الزبادي اللي كتكون بدون نكهه وكتكون بدون سكر، يعني يكون الزبادي مسوس يكون افضل. بالنسبه للرابع مكون البنات غادي نحتاجو ليه هو الماء ديال الورد. بالنسبه للسيدات اللي ما بغاوش يستخدموا الماء ديال الورد، فممكن يعني تستخدموا الزيت ديال الورد، لكم حريه الاختيار، اما الماء ديال الورد اما الزيت ديال الورد، ولكن انا غنفضل في هذه الوصفه الماء ديال الورد. فهذو المكونات يعني اربعه غزالي البنات، مفيدين جدا 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 في تبييض البشره والصدمه ان شاء الله من اول يوم. يعني صدمه قويه ويعني قويه وايضا رائعه في نفس الوقت. فبسم الله على بركة الله غندوزو الان لطريقه ديال تحضير هاد لاغوسيت والطريقه ديال الاستخدام ديالها والاستعمال ديالها. اكيد فكما شفتوا معايا اربعه ديال المكونات متوفرين في كل بيت وفي كل منزل. يعني دائما كنحاول لو ماكسيموم ديالي على حسب الجهد والطاقه انني نعمل جاهده على انني نجيب لكم هكذا دي غوسيت سهلين مهلين، واهم شيء انهم يكونوا يعني فعالين مجربين ومضمونين. فبسم الله على بركة الله غادي ناخذ واحد الاناء فارغ وغادي نبدا كنوضع فيه يعني المكونات ديالي. يعني غادي نوضع ملعقه ونصف تقريبا من الحليب نيدو غبره، غادي نزيد نضيف ليها النشا او ما يسمى بالذره او المايزينا، غادي ناخذ يعني الزبادي ولا اليوغورت يعني ملعقتين، وناخذ الماء ديال الورد يعني حتى هو الكميه اللي غادي تناسبنا. فانا تقريبا هنا خديت جوج المعالق ديال الماء ديال الورد، لكم حريه الاختيار، ممكن توضعوا كميه اكثر كيف ما ممكن توضعوا كميه اقل، يعني على حسب نتوما وشنو بغيتوا اشنو ما بغيتوش. دابا غادي نخلطوا يعني كل هاد العناصر وكل هاد المكونات مع بعضهم البعض. بالنسبه لهاد الوصفه ان شاء الله كل من جربتها ما تنساش تدعي لي، لانه وصفه سحريه كما قلت لكم. ديجا انا مجرباها الحمد لله، لقيت عليها فعاليه ولقيت عليها يعني نتائج سحريه يعني بكل ما في الكلمه من معنى. نحاول نخلطوا كل هاد المكونات، غادي نحاول نزيد نضيف
كمية من النشا ونخلط الكل. من بعد غادي نعاود نزيد نضيف يعني الحليب اللي دغبره ونخلطوا الكل. يعني البصله ما تكونش جاريه يعني بزاف، تكون في المتوسط وما تكونش عاقده بزاف، دائما الوصفه تكون يعني في المتوسط ديالها باش هكذا تثبت على البشره ديال الوجه. كما قلت لكم هذه الوصفه صالحه للعنق الجسم ديالنا بالكامل، يعني اي بلاصه فيها يعني سواد، فيها بقع، فيها لي تراس، فيها يعني ما محدش اللون في اي منطقه في الجسم، فنستخدموا لها هذه الوصفه هذه البنات من غير الوجه، فهي صالحه لجميع مناطق الجسم. غادي نعاود نزيد نضيف يعني كميه من النشا حتى غنحس بالوصفه يعني عقدت شويه. نزيد يعني نضيف كميه من حليب نيدو غبره وغنضيف الكميه المتبقيه عندي من اليوغورت ولا من الزبادي، لانه صراحه ما بقاتش عندي كميه كثيره بزاف، يعني غير كميه قليله، فغنضيفها في الوصفه بالكامل. ونحاولوا نخلطوا الكل. الوصفه البنات بعد ما كتصبح لينا بهذا الشكل هذا، ها نتوما انا نوريكم القوام ديالها، يعني القوام ديالها يعني متوسط باش هكذا يثبت لينا في البشره ديال الوجه ديالنا. فبعد ما كتصبح لينا الوصفه بهذا الشكل هذا كنطبقوها على البشره الوجه ديالنا وكنخليوها البنات المده ديال 20 دقيقه بالكامل، يعني حتى كنحسوا بها نشفات، سواء عملناها الوجه العنق الجسم ديالنا بالكامل 20 دقيقه حتى كنحسوا بها نشفات وكرمات. من بعد كنغسلوا المنطقه مزيان وكنرطبوها بزيوت طبيعيه، يعني اي زيت البنات متوفر عندنا نرطبوا به البشره الوجه ديالنا والجسم ديالنا ايضا حتى هو كيترطب، سواء بكريمات ولا بزيوت، لكم حريه الاختيار، اي حاجه كتواسم مع الجسم ديالكم بلوتو فهي اللي تستخدموها. فانا اليوم غادي ننصحكم يعني ببعض الزيوت الرائعه جدا البنات. اول زيت اللي هو زيت شجره الشاي، بالنسبه لهذا الزيت هذا كينقي البشره، يعني كينقيها من البكتيريا، كينقيها يعني من بزاف ديال الامور، فانا غنحاول نقرا لكم بعض الفوائد ديال زيت شجره الشاي. فهو كيساعد في التخلص من الجفاف الذي تعاني منه فروه الراس، كيساهم في معالجه مشكله ضعف الشعر، كيعمل على زيادة لمعان الشعر، مطهر طبيعي ومضاد للبكتيريا، كيساعد في مكافحة حب الشباب، كيقلل من أثار الندوب في البشرة، له تأثير قوي على الجراثيم والفطريات والكائنات الضارة التي تنمو على الشعر. وأيضا البنات كيخلصنا من الحبوب ومن التراس ديال الحبوب ومن الحمرار ديال البشرة، يعني ما كيخليش هاد المشاكل هادو كاملين. فكنصحكم الى عندكم زيت شجره الشاي تبقاو تستخدموا منه يعني بعض القطرات باش هكذا يعني تخلصوا من جميع المشاكل الموجوده في البشره ديال الوجه. بالنسبه لثاني زيت اللي هو زيت اللوز الحلو، هذا الزيت هذا دائما كنذكروا لكم كنقول لكم راه غزال، استخدموه كيناسب جميع انواع البشره. فزيت اللوز حلو للتجميل البنات، غني بفيتامينات او مرطب مغذي للبشره وللشعر،
يعني ضد الهالات السوداء، كيفتح البشره، كيحميها من التجاعيد، واهم شيء انه مناسب لجميع انواع البشره كما سبق لي وذكرت سابقا. فهادو هما جوج ديال الزيوت اللي نقدر ننصحكم بهم. يعني لم توفرين عندكم هاد الزيوت استخدموهم، ما متوفرينش عندكم متوفرين عندكم زيوت اخرين من نوعيه واحده اخرى، فما كاين حتى شي مشكل. اي زيت غيقضي الغرض، غيوفي بالغرض وغيعطي المفعول ديالو على البشره ديال الوجه ولا الكريمات ولا اي شيء اخر. المهم هو نرطبوا البشره الوجه ديالنا. بالنسبه لهذه الوصفه هذه البنات صدمه والله العظيم، يعني منذ اول استخدام ولا منذ اليوم الاول غتبان لكم النتيجه قبل وبعد. نتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم سرديكم، وتكونوا استفدتوا معايا من هذا الفيديو سواء بالقليل ولا بالكثير، المهم تخرجوا باستفاده. ما تنساوش قبل ما تخرجوا من هذا الفيديو البنات بواحد بيك لايك باش تزيدوا تشجعوني، وما تنساوش تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف اولا في الديسكريبشن بوكس ولا في لا بار دافو. وبدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، ونشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله.